تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 98 قضية تمونية بمضبوطات تقترب من 132 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 32 طن سلع غذائية مختلفة و5280 عبوة زيت طعام، وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 8.5 طن دقيق مدعم، أما في مجال البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية فتم ضبط قرابة 31.5 طن. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء، تم ضبط 60 طن حديد تسليح